أحبائي أهلا وسهلا بكم في حلقة من برنامج ختم النور. المشهد اللي بنتأمل فيه اليوم هو يسوع اللي بيطرد شيطان من صبي مصاب بالصرع في مرقس 9:14-29. المشهد ده بيأتي مباشرة بعد التجلي، وعلى جبل التجلي يسوع سمع هذه الكلمة الرائعة: هذا هو ابني الحبيب فله اسمعوا. وطلب من تلاميذه ما يخبروش حد بما رأوا إلا متى قام ابن الإنسان من بين الأموات، لأن الحب مش كلمة فارغة، حياة الله مش وعد لا يتحقق، بيطلب إنه يعلنوا عن هذا الحب وهذا النور وهذه الحياة في القيامة. إيه اللي بيجده لما بينزل مع جبل التجلي؟ ابن فيه روح أبكم بيسرعه، بيلقيه في النار وفي الماء ليهلكه، والتلاميذ ما قدروش على طرده، والأب بيقول له: أشفق علينا، أغثنا إذا كنت تستطيع. يسوع بيقول له: إذا كنت أستطيع، كل شيء ممكن للذي يؤمن. والراجل من كل قلبه بيصرخ وبيقول له: أمنت، شدد إيماني الضعيف، اديني هذه النعمة، نعمة الإيمان. والراجل بيكتشف إن المشكلة مش مرض ابنه، لكن المشكلة هي في قلبه هو، وهنا هو بيطلب الشفاء لنفسه أولاً: اديني هذا الإيمان، شدد إيماني، ادي القلب الثقة. بعد ما الأب بيخف بيشفى، الطريق بيبقى مفتوح لشفاء الابن. هو أبكم لأنه أصم أطرش ما بيسمعش، وبيسمع هذه الكلمة من يسوع: أنا أأمرك أخرج منه ولا تعود إليه. بينفصل الروح الشرير عنه، بيبتعد، بيتحرر، وحياة جديدة، بيصبح كالميت الذي يقوم من بين الأموات. ويسوع هو اللي بيأخذه بيده وبينهضه ليقوم، بيعيده للحياة، بيعطيه الهوية الشخصية، الكيان والحرية. هو كانش بيتكلم لأنه كانش قادر يسمع، النهاردة سمع كلمة يسوع اللي بتخلقه من جديد: أنا أأمرك أخرج منه ولا تعود إليه. الكلمة اللي بيوجهها يسوع للروح الشرير اللي كان فيه، ولادة جديدة. التلاميذ بيسألوا: وإحنا ليه ما قدرناش نطرد هذا الشيطان؟ يسوع بيقول لهم: هذا النوع، هذا الجنس لا يمكن إخراجه إلا بالصلاة. يعني إيه؟ يعني أنا وإنتم محتاجين دائماً لتطهير القلب، لطلب نعمة الإيمان، لنطلب مع هذا الأب: أمنت، شدد إيماني الضعيف، اديني النور وسط الظلمة، اديني الثقة وسط الصعوبات. بالصلاة هو أني بطلب هذه النعمة: أعطني أن أؤمن بك، شدد إيماني الضعيف. يسوع اللي نازل من الصلاة على جبل التجلي، قبل طريق الموت والقيامة، آمن بحب أبوه اللي سيقيمه بين الأموات، صار قادراً على إقامة الأموات، على إقامة هذا الولد وإعادته إلى الحياة. أحبائي، نلتقي في حلقة قادمة من برنامج ختم النور.